كل يوم تطرأ متغيرات على العالم مصحوبة بمتناقضات أربكت البشرية، فمنها ما يفرح ومنها ما يحزن، ونحن في متابعاتنا الإخبارية نرصد ونعاين آخر المتغيرات حتى نطلعكم على أهم الأخبار المحلية والعالمية، فأهلا بكم معنا. تدشين المرحلة التشغيلية الأولى من مستشفى الفروانية الجديدة اليوم يمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية في البلاد، ويؤكد على أن المنظومة الصحية تخطو خطوات مدروسة لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين. ويحتوي على قسم العلاج الطبيعي والطب الطبيعي، وحضر تدشين المرحلة التشغيلية الأولى من مستشفى الفروانية الجديد وزير الصحة الدكتور خالد السعيد، ووكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا، ومدير مستشفى الفروانية الدكتور علي المطيري، وعدد من المسؤولين والقياديين في الوزارة. أبلغت الولايات المتحدة عن أكثر من 93 مليون إصابة مؤكدة بكوفيد-19 على مستوى البلاد، مع تجاوز عدد الوفيات من مرض الجهاز التنفسي أكثر من مليون حتى اليوم، وفقا لمركز علوم وهندسة النظم بجامعة جونز هوبكنز. ولا تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من الوباء، حيث تضم أكبر عدد من الحالات والوفيات في العالم، وتشكل أكثر من 15% من عدد الحالات العالمية، وحوالي 16% من الوفيات العالمية. شهدت اليابان رقما قياسيا بلغ 343 وفاة يوميا جراء كوفيد-19 وسط الموجة السابعة السريعة الانتشار من الإصابة بفيروس كورونا، وفقا لإحصاء NHK. وحتى اليوم أبلغت اليابان عن أكثر من 37 ألف وفاة جراء كورونا، ومنذ يوليو أدى العدد المتزايد من المصابين في اليابان إلى إجهاد الموارد الطبية، ما تسبب في صعوبة دخول مرضى كوفيد-19 إلى المستشفى وتأجيل جراحتهم. شهدت شركة أغذية كورية جنوبية نموا قويا في الصين بفضل تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وكوريا الجنوبية منذ أن أقام البلدان العلاقات الدبلوماسية قبل 30 عاما. إن الصين وكوريا الجنوبية قريبتان جغرافيا ومتصلتان ثقافيا، وعلى مدار 30 عاما الماضية حققت التجارة بين الصين وكوريا الجنوبية نتائج مثمرة، وعادت بالفوائد على الشركات من كلا الجانبين. وتمتعت الشركات منذ ذلك الحين بنمو سريع، وبنت مصنعين في الصين مع قدرة إنتاج سنوية من التوفو تصل إلى 60 مليون عبوة. مسلحون بالدلاء ويمرون عبر الدخان الكثيف، قام سكان شمال إسبانيا بحماية منازلهم من حرائق الغابات التي اندلعت، وساعد الجيران من موانا رجال الإطفاء في السيطرة على حريق أشعل أكثر من 20 هكتار من الأرض، ولكنه هدد العديد من المنازل بالقرب من الجبال. وقالت السلطات المحلية إن الحريق استقر بشكل كامل. انهار الجزء الشمالي من صوامع الحبوب التي تضررت قبل عامين جراء انفجار في ميناء مرفأ بيروت، وذلك بعد تحذيرات بأن الهيكل كان يميل بعيدا جدا بحيث لا يمكنه البقاء في الأعلى. وذكرت محطة تلفزيون الـLBC أن الحادثة أدى إلى تصاعد سحابة من الغبار البني والرمادي فوق الواجهة البحرية، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.
يقف الباعة في معارض البيع في شوارع بكين أمام أكشاكهم وينتظرون بفارغ الصبر العملاء، حيث يتجول عدد كبير من الأشخاص. وإذا حكمنا من خلال حجم الحشد، فإن الأسواق من هذا النوع تحقق عودة هائلا في العاصمة الصينية، خلاف ما كان مقيدا في بكين أثناء الجائحة. وكان بيع البضائع في الشارع يعتبر منخفضا، حيث عاد الناس الذين فقدوا وظائفهم أو أغلقوا أعمالهم بحثا عن طرق جديدة لكسب لقمة العيش والعمل على سياسات الصين لمكافحة كوفيد-19. تقع مزرعة كاني كريك رانش في منتصف الطريق بين هيوستن ودالاس، ويعاني المالك ويسلي رات كليف وقطيعه من صيف حار وجاف. وتعد تكساس أكبر ولاية منتجة للحوم البقر في الولايات المتحدة، ولكنها حاليا في قبضة الجفاف الذي يجبر أصحاب المزارع مثل رات كليف على الاختيار بين تربية الأبقار أو ذبحها. يصنف الجفاف الاستثنائي أعلى مستوى من خلال فقدان المراعي والمحاصيل على نطاق واسع، وكذلك نقص المياه في الخزانات والجداول والآبار، ما يؤدي إلى حالات الطوارئ اعتباراً من منتصف أغسطس. أكثر من 250 مبحراً على مراكب شراعية على بحيرة سيلفا بلانا الخلابة في سويسرا خلال النسخة 45 من ماراثون إنغادين لركوب الأمواج، حيث أجبرت ظروف الرياح الصعبة المنظمين على تغيير شكل المسابقة، ما أدى إلى سباق محدد زمنياً بين عوامة على البحيرة مع إكمال الفائز معظم الجولات بين العلامات. وكان الدراجون يتنافسون في فئة IQ فويل، والتي ستكون جزءاً من البرنامج الأولمبي لأول مرة في أولمبياد باريس 2024. أجرت كوريا الجنوبية تدريبات لمكافحة الإرهاب بمحاكاة الانفجارات والحرائق في مركز تجاري في سيول كجزء من تدريبات أولتشي السنوية للدفاع المدني في البلاد. وتهدف تدريبات أولتشي للدفاع المدني التي تقام في الفترة من 22 إلى 25 من أغسطس إلى التحقق من إدارة الأزمات في البلاد والتأهب للطوارئ وسط التهديدات الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية، وهي أول تدريبات حكومية على مستوى البلاد منذ جائحة كورونا وفقا لوزارة الداخلية والسلامة. غرق يخت سوبر بطول 40 مترا في خليج سكويلاس على بعد حوالي 9 أميال بحرية قبالة ساحل كروتوني. وكانت السفينة التي ترفع علم جزيرة كايمان ولكن بطاقم إيطالي تبحر إلى ميلاتسو، حيث نسق خفر سواحل كروتوني جهود الإنقاذ لإنقاذ الأشخاص الموجودين على متنه، لكن لم يتمكنوا من إنقاذ اليخت. إلى هنا تنتهي معكم متابعتنا الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.